الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى بحضراتكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الفقه حياة عبر شاشة الأيام في يوم جديد من أيام شهر المحرم الحرام في ذكرى رحيل الإمام الحسين عليه السلام إلى أعلى عليين واستشهاده مع أصحابه وأبنائه رضوان الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. إن شاء الله تعالى باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الدائم على البرنامج سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم السلام عليكم وعظم الله لنا ولكم الأجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجوركم، حياكم الله. شكرا سيدنا. إذن على بركة الله نبدأ مشاهدنا الكريم في حلقة هذا الأسبوع. بعد تقريبا 12 دقيقة من الآن راح نتشرف باستقبال مشاركتك، اتصالك، طرح سؤالك، ونحن هنا إن شاء الله للإطلاع على الإجابة على هذه الأسئلة. راح تطلع أرقام أسفل الشاشة في الوقت المحدد بإذن الله تعالى، تابعنا إلى نهاية الحلقة. سيدنا الكريم، بالحلقة السابقة وعدنا المشاهد الكريم أن نتحدث في هذه الحلقة عن موضوع شغل الشارع العراقي كثيرا وهو شاغل العالم حاليا، موضوع أطر بمصطلحات النوع الاجتماعي والجندر وما إلى ذلك. الحمد لله مجتمعنا رافضها، مجتمع متمسك بالقيم الإسلامية والعادات المحمودة، ولكن الكثير من عندنا ما يعرف طريقة يعني التصدي لمثل هذه الهجمات. تفضل سيدي. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال من الضروري جدا بعد أن يشخص المرض وتشخص الحالة لابد من البحث عن العلاج. نحن لما نؤشر إلى المخاطر ونؤشر إلى هناك على حال قضايا تواجه مجتمعاتنا والتحديات خطيرة، يأتي السؤال كيف نواجه، كيف نتصرف. قبل أن أذكر كيف نتصرف، أعطوني وقت اليوم يعني 15 دقيقة خلنا نتكلم في هذا المجال لأنه بحث أساسي ومهم. شوفوا، قبل أن أدخل في أصل المطلوب، للأسف الشديد كما بينت في مناسبات أخرى، هناك تعمية وإيهام للمشروع نفسه، يعني مشروع الجندرة، مشروع النوع الاجتماعي، ومشروع السقوط الأخلاقي. في واقع الحال يحاول أصحاب المشروع اللي هو النظام الأوروبي وبكل تصنيفاته والقوى الكبرى التي يصرح الرئيس الأمريكي على أنه أمريكا على حال بلد المثلية كما هو صرح، فهؤلاء كلهم في واقع الحال يحاولوا أن يموهوا على مجتمعنا، يموهوا على مؤسساتنا التعليمية، ويموهوا على المؤسسات التشريعية أصل المشروع. يعني يأتون بصيغة جميلة، النوع الاجتماعي، المساواة، وقضية العنف الأسري، وتعنيف المرأة، ومناهضة تعنيف المرأة. شعارات جميلة، كلمات لطيفة وعليها حال جذابة، ولكن يحاول أن يخفوا ما وراء هذه العناوين وهذه اللوائح القانونية. وأنا بينت في إحدى اللقاءات أنه للأسف الشديد هذه الخطوة، يعني خطوة الإيهام وخطوة التمويه والتعمية، انطلت على كثير من الناس، منهم نخب. منهم نخب مهمة ما فهموا وشنوا حملة على المؤسسة الدينية والعلماء أنه ليش أنتوا حسب تعبيرنا شانين حملة، لا شانين حملة وتضللون الناس، ترى الجندرة مو هالشكل ومدري إيش. يعني هم فاهمين غلط وحسب تعبيرنا مستغفليهم، فيحاولوا أن شنو، أن يدعموا. وصرح أحدهم، تعرفوه أنتوا إعلاميين ما شاء الله تعرفوه، قال أنه الجندرة أمر طيب وكذا وأنتوا ما فاهمينه، وأنا
أدافع وكذا، معروف أحد المقدمين الإعلاميين. المهم فهذا مهم جدا أن نفهم الشارع المسلم، شارع المسلم وبالخصوص الشارع العراقي، أنه أيها الأحبة افهموا جوهر المشروع. نعم. جوهر مشروعهم أنه لا أسرة بعد اليوم، ماكو شيء اسمه أسرة. أسرة شنو؟ كما في أوروبا، تدرون أنتو في أوروبا الآن ابحثوا، سووا أي بحث، شوفوا النظام الأسري في أوروبا شنو. الشاب والشاب إذا صار عمرهم القانوني خلاص يستقل عن أهله، شقة وفلوس وراتب وكذا وانتهى. هذا التفكك وهذا الانحلال الأسري والتهديم للأسرة هو أساس مشروعهم. وفي النهاية يجعل المرأة التي نادوا بحريتها ونادوا باستقلاليتها ونادوا بإعطائها الحق وحقوقها، حقوق المرأة، جعلوها على مستوى واحد مع كل أصناف المجتمع، على أنه أنت لابد أن تتصرفي ومستغني عن الزواج، مستغني عن الرجل، مستغني عن شيء اسمه الأمومة. شنو أمومة؟ ما يحتاج أم، تقدرين أنت على حياة الزواجين زواج كذائي، ولا أريد أن أتي بالألفاظ، ولكن في النهاية مشروع جدا 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 خطير. طيب شنو المطلوب سيدنا؟ جنابكم سؤالكم شنو المطلوب وشنو ما هي الخطوات التي يمكن أن نواجه هذا المشروع؟ هناك بعداني في مواجهة هذا المشروع. أرجو المشاهدين الكرام، النخب المحترمة، المؤسسات الرصينة في هذا البلد أن يلتفتوا إلى ما نقول. هناك بعدان مهمان، البعد اللي نسميه الجماهيري الشعبي، وأكو بعد في واقع الحال هو حكومي تشريعي قانوني. الجانب القانوني يعني البعد الثاني، لابد أن يشتغل جميع أصناف المجتمع، كبار صغار، علماء أكاديميين، نخب حوزات، أن تشتغل في اتجاه في توجيه المؤسسات الحكومية، سواء كانت تشريعية كمجلس النواب والوزارات التنفيذية في كل مفاصلها، أنه أيها الناس احذروا من تمشية هذه القوانين وتمشية هذه المواد باسم ورشات عمل، ورشات ما أدري إيش، وبيان الحقوق المرأة. هذا كلها في واقع الحال أطار وهمي للسم النقيع يريد أن يقتل به مجتمعنا. إذا تسمح لي مداخلة صغيرة سيدنا، تجريم هند النصاعد سيد، لأنه مثل ما تفضلت حضرتك العناوين براقة، أنا جاي أدافع عن حقوق الإنسان، عن حقوق المرأة. جيد، أحسنتم. فالمشرع القانوني والمسؤول لابد أن شنو يصير عنده نباهة. هذا قل لي يا با، هذا الغطاء لا حكم إلا لله، هذا الغطاء الكبير اللطيف خلوه على جنب، تعالوا نبحث المحتوى. نعم. البحث عن المحتوى، البحث عن مادة مادة، وما يراد من هذا القانون بكل تفاصيله، ومآلات كل مادة قانونية لابد أن تبحث. وهذا مو شغلة واحد على حال صاعد إلى مجلس النواب بالما أدري بالهوسة، لا، لابد من أهل خبرة وأهل علم وفضيلة وفهم وعمق. فالقضية القانونية، القضية الحكومية صح التعبير، هذا بعد مهم جدا. زين، أنا أعول يعني لست محبطا ولست آيسا من وجودات وذوات طيبة مخلصة، وما أريد أكون إنسان سلبي أن كلهم مو زينين، لا، أكو هناك نواب طيبين، نواب متدينين، نواب محروقي قلب، ونواب على حال أهل قيم، لابد أن نشتغل عليهم على أنه يا جماعة ديروا بالكم. هذا جانب. جانب الأهم هو الجانب الشعبي، يعني لابد أن تشتغل شرائح الأمة. شوفوا راح أعدد، شوفوا التعداد من وين يبدأ. أول حالة المواكب الحسينية، أن تشتغل المواكب الحسينية والحسينيون، وهذا
موسمهم المبارك أن يعملوا على توجيه بعضهم البعض وبث الأفكار الصحيحة في مواجهة هذه القضية، المواكب، الجامعات، على حال منظمات المجتمع المدني المتدينة ومنظمات المجتمع المدني اللي هي تدعو إلى الإباحية وغيرها، الحوزات العلمية، علماء الدين، منابر الحسين، خطباء، هؤلاء لابد أن يشتغلوا جميعا، خصوصا الآباء والأمهات في الأسرة. الأسرة تلعب دور مهم جدا، فهذه في واقع الحال تكون ضاغطة باتجاه عدم تشريع القوانين وتنقية القوانين وعدم تلبية على حال الدعوات التي تطلق من هنا وهناك وإفشالها. يعني نخنق النطفة في رحمها ألا تولد، فننهي هذا الموضوع من خلال حسب تعبيرنا المواجهة الشعبية والوعي الجماهيري والجدية في مواجهة هذه القضايا. أنا أعتقد هذا مهم جدا، فالتثقيف الجماهيري والتوجيه الإعلامي، السوشيال ميديا يلعب دور كبير، يعني الجروبات، النخب، الإعلاميين، محطاتنا الإعلامية جدا تلعب دور كبير في صناعة الرأي العام، وهؤلاء كلهم مسؤولون. ونعم تبقى المرجعية الدينية أيضا، المراجع الدين. في واقع الحال واحد يقول سيدني عشان المرجع الديني يكتب أنه اللواط حرام والخواضح، هذا يعني تسليم مسلمات، يعني واضح جدا، ومو مناسب أن يأتي مرجع الدين يقول لا مو بالضرورة بهذا الشكل، تحذير. يعني تكون هناك على حال يكون خطابا أو بيانا يحذر المجتمع وأصحاب القرار من على حال شرعنة هذه القوانين التي هي ملغومة بقضايا خطيرة، وهذا التوجيه يكون من المؤسسة الدينية أيضا، وهذا كلها يد بيد أنا أعتقد ننجح إن شاء الله تعالى في صد هذه العاصفة الخطيرة. أحسنتم سيدنا، وإن كانت يعني هم سبقونا خطوة ب يعني توثيقها على أرض الواقع واتفاقيات رسمية، ولكن لا تزال المبادرة بأيدي الناس جميعا صراحة. بلي واضح. نعم أحسنتم سماحة السيد على كل ما تفضلتم به. إذن إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، على بركة الله نبدأ باستقبال مشاركاتكم وطرح أسئلتكم من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة لطرح الأسئلة، عموم الأسئلة الشرعية الفقهية وغيرها، إن شاء الله على سماحة السيد رشيد الحسيني للإجابة عليها هنا في هذا البرنامج الذي يأتيكم كل ثلاثاء إن شاء الله الساعة 8 مساء. نأخذ أول مشاركة، نسمع المشترك الأول، تفضلوا رسالة صوتية. تحب بنظام سيدنا الإجابة؟ السلام عليكم. نعم. عذرا سيدنا، عندي مسألة. قبل حوالي من 2009، يعني 2008 تعينت أني موظف، 2009 نويت أنه كل شهر أطلع من راتبي 10,000 دينار عراقي أطلعها وأخليها بالشباك الإمام الكاظم عليه السلام أضعها هناك. مرت فترة يعني من السنوات، يعني فترة قمت استمرت على هاي الحالة، فترة قمت ما أخلي، يعني السنة تقريبا مرة سنة كاملة ما خليت، يعني صارت ظروف أنه ما قدرت أروح، فاستمرت لحد هذا اليوم، استمرت ولحد هذا اليوم ما خليت. فكنت ناذر أني أنه أضع هذا المبلغ، فما أعرف شنو الحكم، هل أنه أرجع أكمل أضع أو أحسب السنوات السابقة وأجمعها كلها وأضعها، أو ما أعرف شنو أسوي، أبدي من هسه من جديد، أو يعني ما علي حكم أو أكو حكم أو كذا هيك. تحياتنا للأخ الكريم وشكرا له على الرسالة الصوتية. إذا تسمحون سيدنا بس نستقبل اتصال وبعدها إن شاء الله نجاوب على هذا السؤال. اتصال من الأخ علي، تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجرك أخي. سيدنا برزحم عليكم، قبل ساعات تقريبا فقط الانتخابات على تمديد التسجيل مع الناخبين، وتعرف يعني احنا كون بلد ديمقراطي واختيار الحكام والسياسيين احنا نكون نتبعه، احنا كنا نتخلى يعني عن طريق صندوق الاقتراع. فشو رسالتكم للشباب، رسالتكم للمواطنين انهم
يعني مثلا يعني ما بقى شيء، ان شاء الله يوم 12 بالشهر يسدد التقديم مال التسجيل عفوا. ان شاء الله تسمع التوجيه اخي علي، بارك الله. يعني شنو رسالتكم؟ اشكرك على شكرا جزيلا. حياك الله اخي علي، شكرا. ام جنات تفضلي اختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال يا سماحه السيد. تفضلي اختي. السؤال الاول، رحنا بعشره محرم الكربلاء انزور، وبنتي صغيره ما حدا تربى من الامام، ما ادري يعني شبكها بالبيت. نعم. هاي شنو حكمها؟ اخليها بالامام الكاظم عليه السلام لو شنو؟ تمام. السؤال الثاني، الرؤية مو واحد نايم شاف رؤية، يعني قاعدة أنا شفت تبكي يعني قدامي، يعني أحكم بيها لا لا؟ رؤية وأنت قاعدة شلون يعني؟ يعني أنا بنتي مريضة يوم الخميس الفات، وجاي أنوم بيها قاعدة، صارت قدامي القربة مالت الإمام أبو الفضل العباس فيها ماي قدامي لحظات يعني. نعم. وقالوا ما هذا مي الإمام العباس، رأسها فصلت وجهي وراحت يعني لحظات. فسؤالك شنو أختي أم جنات؟ سؤالك شنو يعني؟ شلون؟ سؤالك شنو يعني؟ يعني احكم بيها يعني شنو اسوي اني؟ واضح. احكم بيها. تمام اختي الكريمة. سؤال مشكر. اخر؟ مشكر. لا مشكور. شكرا يعني. لحضرتك، تحياتنا وان شاء الله الشفاء العاجل لبنتك ان شاء الله. سيدنا نبدا بالسؤال الاول، كان من الاخ اللي يقول من 2009 اني ناوي اطلع، رجع قال ناذر. شنو حكمه سيدنا؟ في واقع الحال أخي الكريم، أنا أستبعد خصوصا 2009 اللي بداية على حال مرحلة جديدة في العراق، وعي فقهي ووعي ديني أقل مما هو الآن عليه. أستبعد جدا أن يكون الأخ قد نذر نذرا شرعيا. نعم، بصيغة النذر. النذر عندنا قسمين، نذر شرعي ونذر عرفي. أكثر الناس هم ينذرون نذرا عرفيا، والله يا ربي إذا مثلا نجحت هالشكل أسوي، هذا نذر عرفي وليس نذر شرعي. هذا ما يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء وليس له أي يعني ملازمات والتزامات شرعية. فأنا أستبعد الأخ قد نذر نذرا شرعيا وإنما نذرا عرفيا، وهذا على حال يتركه يستمر عليه، ما في أي مشكلة. وإن شاء الله تعالى أنا أدعو أن يستمر لأنه فاتحة خير بالنسبة له إن شاء الله. الأخ علي سيدنا طلب توجيهكم ورسالة للشباب بخصوص الناخبين وتسجيل الناخبين، وإحنا مقبلين على مرحلة جديدة. أنا شاكر إلى هذا الحس الجميل والوعي الوطني المهم. نعم، اليوم جوني إلى البيت المفوضية وحدثت يعني بعض الأفراد والجيران، وهذا أمر طيب إنصافا، جزاهم الله خير. إخواني، نحن بلد هكذا أسس على نظام الرأي الجماهير والرأي الديمقراطي، إن صح التعبير، نظام ديمقراطي وانتخاب، وليس هناك على حال بد إلا أن نشترك ونكون مشاركين في صناعة القرار. وما حدث في الانتخابات السابقة، هناك عزوف كبير للناس وجلسوا في بيوتهم، الأحزاب خرجوا وأخرجوا جماعاتهم وحشدوا جماعاتهم وحصلوا ما حصلوا بنسبة ضعيفة من المشاركة ب 20%. 20% من الناس طلعوا المتحزبين وحصلوا على مكاسبهم، تشوفون أنتوا، و 80% قاعدوا في البيت، هم الأغلبية الصامتة اللي متأذية. وما جرى في الانتخابات السابقة وشفتوا الوضع شلون صار، والبلد انجر إلى اقتتال ولا سمح الله، والحمد لله العالمين انتهت. ولكن في النهاية تعطينا رسالة أنه إذا أنا ما أشارك وذاك ما يشارك وهذا ما يشارك، ترى يصير اللي إحنا ما نريده، فلا بد إحنا نصنع القرار وإحنا ننتخب الأشخاص. لا تقول ماكو ناس طيبين، أكو ناس طيبين. لا تقول ماكو ناس نزيهين، أكو ناس نزيهين. ابحث عنهم وعلى حال انتخبهم وغير غير، وهذا التغيير إن شاء الله تعالى يحصل. فأدعو المؤمنين جميعا لتحديث سجلاتهم ودعوة الشباب، خصوصا الشباب اللي الآن مواليد 2004-2005، هؤلاء هم شباب اللي أعتقد شريحة كبيرة لابد أن يكون لهم دور كبير في صناعة
مستقبل بلدهم. أحسنتم سيدنا. بعدنا نستقبل مشاركاتكم إخواني الكرام، بإمكانكم أن تتصلون على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وطرح أسئلتكم. أم جنات كان عندها سؤالين سيدي، الأول كان تربة من ضريح الإمام الحسين عليه السلام أخذتها بنتها عن طريق الاشتباه، وتقول الآن إحنا حائرين شو نسوي بالتربة. في واقع الحال هذه التربة الموجودة في يعني عموما موجودة في العتبات المقدسة أو المساجد أو ما إلى ذلك، هي مخصصة لهذه العبادة للعبادات. أولادنا أو أطفالنا يأخذون، إذا كان صعب عليه الأخوت أن ترجعها إلى العتبة التي كانت فيها، يعني العتبة الحسينية إذا صعب عليها تخليها في عتبة الكاظمية، لا إشكال في ذلك. فلا بد من إرجاعها إلى دور العبادة كالعتبات المقدسة. أحسنتم سيدنا. جواد ويانا، تفضل أخي جواد. نعم عم، السلام عليكم عيوني، شلون أخواتكم؟ السلام ورحمة الله. سيدنا بلا زحمة، عندي ثلاث أسئلة بلا زحمة بخصوص الميراث، أقدر أحكي؟ تفضل عزيزي. أنت إحنا خمس أخوة وخمس خوات، من عندهم أبوي وأخوتي أربعتهم وأبوي خامسهم بالانتفاضة. لا إله إلا الله. ظليت بس أنا وخواتي، لا أعطوني ميراث ولا أعطوني شيء، وداوروا الأملاك كلها بالتزوير وحلفوا علي بالقرآن. إضافة إلى ذلك طلعوا جهال أخوتي المعدومين من القسام الشرعي عن طريق المحامي والفلوس، والآن حجبوهم. حتى سؤالي شنو؟ سؤالي هسه هم دبوا هذا الملك بالإدالة، زين أنا بهالحالة الحصة اللي آخذها بها إشكال باعتبار بها حقوق للورثة دول الأطفال لباتهم معدومة؟ هذا السؤال. بس قبل لا تطرح السؤال الثاني، السيد عنده مداخلة. يعني تقول انه حذفونا واخذونا واكلوا اموالنا، منو اللي اكل؟ خواتي ورجولتي وعاطي محامي علينا. ما قلت هذا الشيء، خواتك يعني، خواتك ما نعم 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 حلفوا بالقران واخذوا الاموال كلها دوروها. اسمح لي شوي 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 جواد 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 عيني هوايه. اسمع الجواب وبعدين ان شاء الله تطرح السؤال الثاني. اقول انت اخوتك لما انعدموا الله يرحمهم كانوا متزوجين وجهال عندهم موجودين؟ نعم نعم، اثنين متزوجين واثنين عزاب. اخوتك انعدموا قبل والدك لو بعد والدك؟ لا، مقابر جماعيه سيدنا. مقابر جماعيه بل بل. ايه واضح سيدنا. طيب سؤالك الثاني اخي جواد، بس نصيني صوت التلفزيون في دوار ابونا الله يرحمه، حط الحصه الطوقه اعتويناها حسينيه باتفاق امي الله يرحمها قبل ما تتوفى. الان قاموا دبوها بالاداله هاي الحسينيه، أنا حقي 57 متر، أنا ما قابل يدبوها بالإزالة. هاي هم واضحة سيدنا؟ نعم. أنا هذا سؤالي. وحتى حلفوا عليه بالقرآن كذب، إنه أنا سابهم وحبسوني. سابح آخر. من الله منك، فالتوجيه يعني شيء يرضي الله، إنه أنا رجال سقط ومظلوم، وغدر وحقي وحق جهال أخوتي، وعيني على الله وعلى رب العالمين. توجيهاتك لي. شكراً لك على اتصالك أخي جواد، تحياتنا. تسمع الجواب إن شاء الله، وإن شاء الله ما ينساكم السيد من دعاء، وإن شاء الله ما ننساكم من دعاء. تحياتنا الأخ جواد. قبل الإجابة على سؤال جواد، الأخت أم جنات سيدنا سألت عن شيء سميته بالرؤية أثناء اليقظة، أعتني بها أهتم بها، شاهدت بعض المشاهد. شوفي أختي، هذه تسمى أنا ما أقول أنت كان عندك هذا الشيء، هي تسمى بالمكاشفة، أن الإنسان ينكشف له. أنا ما أعتقد هاي مكاشفة، انت مكسور خاطرك على بنتك، على المريض اللي يعني الطفل، وحاله من عليه حال الانفعال والتوجه والتوسل، صار عندك نوع من التخيل، جيد لا باس به. اما اتبنين عليه او كذا، لا، انت ابقي تدعين وابقي عليه حال تتوسلين وتعتنين بالطفله بالادويه الصحيحه والعلاج الجيد والدعاء والصدقة، هذه كلها تأثر إن شاء الله تعالى. أحسنتم سيدنا. أفراح، تفضلي أختي. تفضلي أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس علينا الصوت لطفا أختي. تفضلي، يسمعكم السيد، بس كون صوتك أعلى. الله يحفظكم سيدنا، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الصوت غير واضح أختي الكريمة، علي لنا الصوت شوية وتفضلي طرح سؤالك. سيدنا عبد السلام. نعم. أنا عندي والدنا يعني علاقته كلش نجينا إحنا البنات. نعم. ويعني أنا من أبوه أبو مدعي لي بالموت. تدعين على والدك؟ نعم. نعم.
ويعني حتى الزواج ما يخليني اتزوج. ايش قد عمرك بابا؟ انا عمري 23 سنه. 23 سنه. جيجون جيجون خطابين زينين ويرفضهم؟ اي نعم اي نعم. يعني كم خطاب للان جاي ورافضه؟ والله لحد الان 25 خطاب. 25 خطاب هو يرفض. شنو السبب؟ ليش يرفض؟ والله ما ادري. شو يقول هو شو يقول؟ شنو سبب رفضه؟ يعني ما يحكي انا حتى يعني ما ياخذ رايي. بس انت بنيه بس انت لو عندك خوات ايضا. انا عندي خوات بعد اثنين. خير ان شاء الله بعد تفضلي. تفضلي تفضلي نعم اختي افراح كملي. نفرق بينه وبين اخواني يعني معامله الولد اكثر من البنات يعني يكرهنا كره مو طبيعي. بين الولد والبنات يعني معامله للولد احسن؟ نعم انا يعني من وراء قمت اكره اخواني حتى. لا اله الا الله لا اله الا الله. وقفوا ورثهم. خير ان شاء الله بخدمتك. شكرا اختي على اتصالك والله يعينكم ان شاء الله تحياتي. نجاوب على الاخ جواد سيدنا. اول شيء كان سؤال الاول خمس اخوه وخمس اخوات هم اخوته ويا ابوه انعدموا فيقول ما انطوني ميراث وحلفوا علي بالقران وذبوا الملك بالازاله. جواب شوف حبيبي جواد هاي قضايا المنازعات لابد من استماع للطرفين. يعني اسمح لي ان ما اجاوبك جواب قطعي. ليش؟ لانه انا ما سمعت خواتك شو يقولن. عندن يمكن كلام عندن سالفه. فالمنازعات في الفقه الاسلامي لابد من استماع الطرفين. نعم. والحكم بين الطرفين. انت الان وحدك تقول يا بقى انا كذا كذا كذا. ما هو عفوا سيدنا الميراث يعني. اعرف. فانا ما ادري شنو اللي صاير يعني. فلذلك لازم اسمع الطرف الاخر. ولكن راح اتكلم كقاعده. نعم. انه الميراث ينقسم على الورثه. للذكر ضعف ما للانثى. ومسألة أخوتك ووالدك هذا في البحث آخر يعني اللي يسموه المهدوم عليهم. المهدوم عليهم حكم الميراث فيه يختلف يعني أكو حكم آخر. شايفين يعني شلون؟ مثلا أنا أخبوي وأخوتي انقلبوا بسيارة بس ما ندري منو قبل منو مات. أبويا مات قبلهم. إذا أبويا مات قبلهم فيرثون أبويا قبل ما يموتوا بدقيقة. أو هم ماتوا قبل أبوهم. واضح شلون؟ فالمهدوم عليهم والغرقى واللي نسميه المصدومين في على حال في حادث هؤلاء لهم حكم آخر. ما ندري أنه من اللي مات قبل حتى يرثون أو لا يرثون. فهذا بحث آخر لازم نبحثه اسمه ميراث المهدوم عليهم أو ميراث الغرقى. وياي؟ أما أنت وخواتك أنت لك حق ضعف ما لخوات لكل واحدة. أخت أخت وهذه على حال جهات رسمية وجهات حكومية وتقدر تطالب حقك بشكل واضح وعندك قسام شرعي وعندك كذا. أما الحيف اللي حاصل والظلم اللي حاصل هذه على حال أنت تقدر تدافع عن حقك بشكل كامل. تقول زين الآن جاي ينطوني حق وإزالة شيوع عن البيت الموجود بس أنا أعتبر أنه أولاد أخوتي يعني اللي هو عمهم أولاد أخوتي لهم حق وشلون إحنا ناكل الحق كذا. قلت أيها الأخ الكريم إذا كان أخوتك يرثون من والدك فلا بد أن أولاد يعني أولاد أخوتك يرثون حصة أبيهم. نعم. يرثون حصة أباهم. فلذلك لابد أن أنت تحافظ على حصة أخوان أولاد أخوتك من عندك يعني أنت شخصيا. وأن تعطوني حصتي وأنا أنطي حصة أولاد أخويا يعني حصة أخويا اللي هو متوفي. فهي قضية معقدة ليست قضية يمكن أنه فشنو تنصح سيدنا يرحون إلى وين يعني؟ روح إلى الجهات القانونية وطالب وبإلحاح ولا تتنازل تقول انه والله حلفوني ما حلفوني. هذه يعني امور كلها انت طالب واللي طالب حقه يحصل عليه. اما القضايا الجزئيه اللي هذه شلون وكذا لابد من مراجعه الاستفتاءات الشرعيه او موقع سماحه السيد او على حال تطبيق المجيب ان شاء الله نجاوب. السؤال الثاني كان عن القاع اللي سووها حسينيه والان ذبوها بالازاله سيد.
نفس الكلام يعني، من اللي سوى حسينية يعني؟ إذا هو إذا هي أرض ورثة، شلون سوى حسينية؟ واضح حبيبي؟ يقول أمي أيام أمك ما إلها حق بالأرض أصلا، الأم يعني الزوجة لا ترث من الأرض، فما إلها حق أنه هي تقول هذا حسينية لو مسجد أو شيء آخر. فأصل الكون حسينية فيها إشكال. طيب. إلا إذا أجمع، اسمعوا، إلا إذا أجمع الورثة كلهم على أنه هذه تجعل، هذا أمر آخر، وإلا فلا. طيب الأخت أفراح سيدنا كان موضوعها بصراحة موضوع يعاني منه الكثير من الناس. أنا أدري حضرتك راح تقول كل نسمع من الطرفين، بس نحكي عن الموضوع بشكل عام وعن الأخت أفراح تحديدا. تقول والدي علاقته مو زينة بينا لدرجة أنه هي تسأل هل يحق لي أن أدعو عليه بالموت؟ هذا السؤال الحساس والخطر يعني. تقول رافض زواجنا ويعاملنا بتفرقة عن الولد، وخلاني حتى قمت أكره أخواني. تفضلوا سيد. في واقع الحال هذه أزمة اجتماعية كبيرة، أنه للأسف بعض مجتمعاتنا وبعض فئات المجتمع ذكوريين، يعني يحبون الذكور ويحبون الأولاد أكثر من البنات، وهؤلاء في واقع الحال تنتهي تصرفاتهم إلى ظلم بناتهم. وهذا قضية تربوية، أنه يا أخي أصلا أنت لو ترجع للعلم، العلم الطبي الحديث، أنه أصلا البنات بصوتك أنت يعني، وهذا يعني معلومة طبية حديثة دقيقة، أن الرجل إذا أنجبت زوجته فتاة أو أنجبت أنثى فهو من عنده، لأنه حسب الكروزومات ما شي يسموها، هذه الأنوثة من الرجل والذكورة من المرأة، فأنت صوتك اللي تجيب فتيات أو تجيب بنات، فأنت بعدين تزعل على شنو؟ تزعل زوجتك هي مو بيدها، أنت اللي أنت صوتك أنت. هذا فد بحث. مسألة الأخرى اللي أدي أقولها، عندنا روايات تقول بروا أبناءكم ليبروكم، بروا أبناءكم ليبروكم، وعندنا رواية بروا آباءكم ليبركم أولادكم. أعتقد أن البر والاهتمام بأي طرف من الطرفين إلى آثار كبيرة في المستقبل. يعني إذا أنت تبر والديك وتدير بالك على والديك، الله يهيئ لك أولادك يديرون بالهم عليك. إذا أنت تظلم والديك، الله يسلط أولادك عليك ويظلمونك. بالعكس تماما، أنا إذا أريد أولادي يبروني ويحترموني ويحبوني ويدعوا لي، لازم أدير بالي عليهم. فبروا أبناءكم أيها الإخوة، أيها الآباء، أيتها الأمهات، بروا أبناءكم كي يبروكم يحترموكم. هاي البنت من الصبح لليل، يا ربي شيل أبويا، يا ربي انهي حياتي، يا ربي فتصاعقة كهربائية وتأخذ والدي. ليش؟ أكو فتاة تدعو على والدها؟ نعم، هذه الفتاة لأن تشعر أن والدها ظالمها. 25 خطاب يجي يخطب هالفتاة اللي عمرها الآن فوق 20 سنة، وتريد تشوف حياتها، وهي فتاة على حال عندها غريزة وعندها تطلعات، ويمنعها تعسفا وظلما. أنا أقول للفتاة، أنت إذا كان كلامك صحيح، إذا كان، شوف إذا يعني شنو، شرط. السيد ما جاي يحكم، جاي يعلق تعليق على شرط. إذا كان والدك واقعا يمنعك من الكفء الكريم، من الخاطب الكفء المناسب، إذا كان يمنعك فتسقط ولايته، تسقط ولايته. يعني والدك ما إلى ولاية، تقدرين تزوجين بدون رضا الوالد. قلت إذا وهناك كثير. نعم، أنا اتصلت علي على الهواء، واتصلت على أبوها، قال أبوها أنا ما أزوجها، أنا سويتها معلمة حتى تطي راتبها زوجها. يعني فالواحد متعسف، قلت لحجي أنت لا ولاية لك، خلص تقدر تزوج هي بدون أي تدخل من عندك. ليش؟ لأن الولاية التي جعلها الله سبحانه وتعالى للأب أن تكون في مصلحة الفتاة، لا أنه هو في واقع الحال يظلمها. فإذا شعرت الفتاة بينها وبين الله أن والدها يظلمها،
في مسألة الزواج فتسقط ولاية الأب ويجوز لها أن تزوج نفسها. سيدنا بس حتى يعني وقصة يوسف، أنا بس أقول قصة يوسف خو أنتوا قدامكم شلون أخذوا يوسف ذبوه بالبير، لأن النبي الله يعقوب كان يميز يوسف على أخوه عن أخوته، وهذا سبب حزازة وسبب حسد وسبب كذا. فأنتوا يا أخوان لما تدلل أخوه الأولاد وتترك البنات راح يصير حتى انتقام وحاله طيب من الضغين. بس سيدنا حتى ما يفهم القرار أو عفوا الحكم، كل شخص يفهمه بما يشتهيه، مو أي وحدة تحس أنه أبوها ظلمها معناها خلص تروح تتزوج. واقع الحال بينها وبين الله، جا أقول بينها وبين الله. نعم أم أمير تفضلي أختي. ألو تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقدر أحكي ويا أختي؟ يسمعكم سماحة سيد، تفضلي. تفضلي يا أمير، تفضلي أختي. يوم أنا سيدنا عمري 55 سنة، نعم، وأصلي هذا عمري كله مستمرة. تقريب قبل شهر زوجي قاعد يصلي قدامي وبعدين كمل قبلي، فانتبه لي أنه أنا أصلي صلاتي مثل صلاة المغرب ما أسجد بالركعة الثانية ما للتشهد، ما أقولها. ما تقولين تشهد لو مسجدين. ما تقولين صلاة المغرب العشاء التشهد أسويه بس بالركعة الثالثة والرابعة. واضح. واضح. وما كنت أعرف يعني أنا من صغيرة جدي الله يرحمه الكون طول العمر علمنا هاي الصلاة فما أعرف. طيب. إن شاء الله تسمعين الجواب يا أم أمير. ان شاء الله تسمعين الجواب وان شاء الله اريد اشوف شنو الحكم. انا من قبل شهر بلشت اصلي الصلاه صحيحه. نعم احسنت. نعم شكرا لحضرتك ويا رب ان شاء الله قبول الاعمال. تحياتنا للاخت الكريمه ام امير. تفضلوا سيدنا جواب الاخت ام امير. ام امير هي مشكله واحد يتعلم الاحكام من جده او بيبيته او حبوبته، هاي في النهايه يبين انه فقه العجاز في بعض الاحيان هو ما له اصل. نعم هذا الخلل في صلاتك لحسن حظك، لحسن حظك هذا الخلل مو في أركان الصلاة. إذا كان الخلل في أركان الصلاة صلاتك باطلة، بس الحمد لله الخلل في التشهد، والتشهد ليس من أركان الصلاة، التشهد من واجبات الصلاة. الأركان هي النية والقيام والركوع والسجدتان، واضح؟ هذه هي أركان اللي في واقع الحال إذا الإنسان أخل بها صلاته تبطل. وتكبيرة الحرام الحمد لله أنت تكبيرة الحرام تقوليها، والقيام متصل بالركوع والركوع والسجود كله تأديب، بس عندك مشكلة التشهد ما كنت تقوليه في صلاة المغرب، وصلاة العشاء كنت مكان التشهد مختلف الركعة الثالثة والأخيرة. هذا لا يضر بصلاتك، لا يضر صلاتك صحيحة. نعم تقدرين التشهد المنسي حسب تعبير الفقهاء تشهد المنسي تقضينه، وهذا على حال راجعي بعض الكتب أنه التشهد المنسي متى نقضي، ليس على حال دائما التشهد المنسي يجب قضاء. شكرا سيدنا وتحياتنا للأخت أم أمير. محمد تفضل عزيزي أنت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا العزيز السؤال الأول بخصوص استبدال الخبز مكان الطحين. نعم لان يعني اكثر من شخص سالت وما جاوبنا جواب منطقي على هذا السؤال. هسه ان شاء الله تسمع الجواب. السؤال الثاني احد قصور صدام، نعم، استبدلوه مكانها بموكب، يعني سووه موكب، نعم، يعني هذا هل يجوز الصلاه به بحكم هذا مال عام؟ تمام شكرا جزيلا. تحياتي لك وشكرا جزيلا لحضرتك. نجاوب على السؤال الأول من الأخ محمد سيدنا اللي هو استبدال الخبز بالطحين. هذا سؤال قديم جديد، يعني قديم لأنه من زمان انطرح، جديد بالنسبة للمكلفين الجدد يقولوا احنا ما ندري قصته شنو. شوف حبيبي الطحين والخبز من مادة واحدة، الخبز ليس إلا طحين مطبوخ، والطحين هو المادة الخام. فبيع الطحين مع الخبز إذا كان بتفاضل، يعني أنا أنطي كيلوان طحين أخذ 10 قرص خبز أو أخذ
20 قرصة خبز، 20 قرصة خبز يخلوها بالميزان أقل من كيلوين، فصار أنت انطيت كيلوين بأقل، هذا ربا. ليش؟ لأن كل بضاعة من جنس واحد، جنس واحد يعني من نوعية واحدة من المكيلات والموزنات، يعني من اللي يعني يوزنوهم، مو من المعدودات. المعدودات ما في إشكال، أنا أبيع 5 أقلام بأربع كتب ما في مشكلة، بس الموزون. أما الموزون، الموزون أنا من جنس واحد طبعا أبيع وأشتري بالتفاضل ما يجوز، حتى لو عندي أنا طحين وجبة مع طحين صفر ما يصير أنا طحين صفر 10 كيلوات أبيعه بشنو أشتري بخمسين كيلو طحين عادي، لأن 10 بـ50 هذا ريبا. زين سيدنا شو نسوي؟ اللي يسوي هالشكل، بيع طحينك على الخباز، بيع طحين على الخباز، قول يا أبا هذا كيس الطحين بيش تشتري؟ يقول لك والله أشتري 20,000 دينار مثلا، قل له أكتب 20,000 دينار، يكتب الدفتر 20,000 دينار مطلوب للسيد، قل له أنا إذن 20,000 دينار أطلبك، بثمن 20,000 دينار أطيل خبز أدز الأولاد أطيهم وتشز من عنده كذا، فيصير أبيع الطحين واشتري بثمن خبز، مو تبيع الطحين وتأخذ خبز، هالشكل هذا فيه شبهة الربا. أحسنتم سيدنا. عندنا اتصال من من؟ أزهار، تفضلي أختي. أفراح، أفراح تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرة أخرى اتصلت وانقطع الخط. أنت اللي اتصلتي قبل قليل عن الوالد صحيح؟ نعم. تفضلي. تفضلي أختي. السلام عليكم سيدي. أجبناك. عليكم السلام. أجبنا على السؤال. يعني سيد أنا من أجل عليه الحرام عليه. إيه هاي صح، جزئية ما حكينا عنها. إن شاء الله تسمعين الجواب أختي أفراح. عندك شيء ثاني؟ تفضلي. سيدنا على حتى قطع صلة الرحم بخوالي وبعمامي يعني أبد قطعها نهائيا. ماني شاء الله مصاب بعض بالله تحكي يعني نصيحة للآباء إن شاء الله. تحياتنا يا أختي أفراح وشكرا جزيلا على اتصال حضرتك. أنت لو سامعة قبل قليل أصلا السيد حجة عن هذا الموضوع، يعني فتاة عليه حال أخ مرتضى، فتاة مخنوقة تريد بس تحكي تريد تفضفض، وللأسف يعني. احنا سيدنا راح نجاوب على اتصالها بإذن الله. لطفا اتصال من الأخ أبو حسين، تفضل أبو حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا شلونك؟ الله يحفظك. حياكم الله، بارك الله فيك مولاي. أنا عندي سؤال تحيرني. تفضل. سيدنا عن الإمام أبو الفضل عباس سلام الله عليه قمر بن هاشم. نعم. الإمام العباس سلام الله عليه شنو اللي السر اللي عنده يم رب العالمين؟ ثلاث أئمة محسومين قبلوا ويده، يعني الإمام علي من كان بالمهد، والإمام الحسين من اللي قاع النهر الكفين مقطوعات، والإمام السجاد سلام الله عليه من دفن الأجساد الطاهرة، ومولاتنا فاطمة الزهراء بيوم المحشر روايات تقول الطالب الكفين الطاهرات لأبو فاضل. وسيدنا فوق كل هذا انه الامام السجاد من دفن الاجساد الطاهره، الامام العباس تركب وحده يقدر يعني بني اسد يقول لهم يدفنونه يا شهداء، بس خلاه، واليوم ضريحه مثل ضريح الائمه المحصومين، يعني القبه ما تتعارف في السماء، شنو سر الاله اللي عنده بالفضل العباس سلام الله عليه؟ احسنت. حياتنا لك اخي ابو حسين، وشكرا جزيلا على اتصالك، وجعل الله ابا الفضل العباس عليه السلام من شفعائك ان شاء الله تعالى. الأخت أفراح سيدنا، عفوا قبل الأخت أفراح الأخ محمد سأل عن أحد قصور الطاغية، يقول الآن المكانة موكب، فيصير نصلي بهذا الموكب باعتباره ملك عام؟ ما في إشكال، يعني هو ليسوا غاصبين للمكان، وإنما مكان عام مثل الشارع، واحد يجي على موكب وبعدين حسب تعبيرنا يلغى ويرجع إلى حالته الأخرى، لا إشكال في ذلك ما دام ليس مغصوبا. الأخت أفراح سيدنا عادة الاتصال حتى تسأل عن الدعاء على والدها، يصير؟ ليس صحيحا أن تدعي على الوالد، إنما دعي بالهداية، ادعي الله سبحانه وتعالى الله يهديه، الله ينطي البصيرة، الله يفهم الحق، والله يلين قلب عليك، والدعاء له بالهداية أفضل من تدعين عليه بالويل والثبور، هذا ليس صحيحا. أحسنتم سيدنا. الأخ أبو حسين سيدنا، وسر العباس عليه السلام. شوف أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى
عندما يجد الإنسان الصالح والإنسان اللي في واقع الحال الذي يتخذ قرارات صحيحة ويقوم بوظائفه بشكل صحيح ويكون واعيا لما يريده الله، بلا إشكال الإنسان العادي يصبح أفضل البشر. هذا عبر التاريخ وفي القرآن أيضا حاصل. يشوف أشخاص عاديين الله سبحانه وتعالى جعلهم من على حال من الأوتاد، من الأولياء، ذاك عابد بني إسرائيل وغيره. هؤلاء بعملهم وهؤلاء بعبادتهم بوعيهم بحكمتهم رب العالمين يعطي منزل الإنسان. فكيف سيدنا منزلة العباس عليه فكيف السلام بالعباس غير عن بقية الناس؟ فكيف بالعباس؟ فإنه أولا في واقع الحال ذخره الله سبحانه وتعالى كما ورد في الروايات الشريفة على أن النبي صلى الله عليه وآله قص على أم سلمة عن ما يجري على الحسين بالتفصيل في كربلاء. ففي عالم على حال الغيب كانوا يعلمون أن رسول الله والإمام أميونين يعلمون أن ما للعباس من دور كبير ومن مواقف تستحق على أنه ماذا؟ على أنه يكرم بهذا التكريم. والشيء الثاني، قال الإمام الصادق كلاما طيبا، قال: رحم الله عمي العباس إنه كان نافذ البصيرة. شوفوا نافذ البصيرة، القيمة الحقيقية للإنسان عندما تكون بصيرته نافذة ووعيه كامل في أداء مسؤولياته وتكاليفه أمام الله سبحانه وتعالى. هذا جدا مهم أيها الأحبة. ما نجده من الانحراف والضلال لأن الناس على حال يمشون بالعماية على حال والجهالة، السفاهة والجهالة والعماية إن صح التعبير، هذه كلها تجعل الإنسان في ضلال وتجعل الإنسان في أسفل درك الجحيم كما أهل الكوفة الذين وقفوا أمام الحسين صلى الله عليه وسلم. وليس بعيدا عن الله وكرم الله سبحانه وتعالى أن يجعل العباسي منزلة ومقاما ومزارا، هذه كلها لي ولك، هذه إلي وإلك، على أن تعال نقتفي هذا الأثر ونسير على هذا المنهج، لأن الله سبحانه وتعالى سيدخر لنا ما ندخر لأوليائه الصالحين. أحسنتم سيدنا. في دقيقة أخيرة لا بأس بالإشارة إلى ما ذكرته الأخت أفراح، توصية للآباء في خصوص التعسف بزواج بناتهم. تفضل سيدي. أخواني وأخواتي الآباء والأمهات، شوفوا بناتنا وأولادنا أمانة بأيدينا، هؤلاء أمانة بأيدينا، لا يجوز لنا أن نخون هذه الأمانة. هذه بنتك أمانة بيدك على أن تصل إلى حد النضوج والبلوغ، أنه تسرحها وتعطيها لمن يكون كفء لها ويصونها ويسر عليها. أن أنت تخونها الأمانة وتحاول أن تصير أناني وحتى تستفيد من رواتبها ومن قضاياها وعلى أي حال قضايا الأخرى، والله إلا أعطيها لابن عمها، ما تريد ابن عمها، لا إلا ابن عمها، إذا مو ابن عمها تبقى إلى آخر عمر. هذا كله تعسف والظلم وستحاسب عليه يوم القيامة، لا إشكال ولا ريب. أقولها بصراحة، سيقفنا الأخوة البنات اللاتي منع آبائهم من تزويجهم في الوقت المناسب، سيقفون يوم القيامة يحاكمون آبائهم على الجور والظلم الذي يحصل بالنسبة إليهم. فاتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في بناتكم، اجعلوا أمر الله سبحانه وتعالى جاري فيكم وفي أولادكم، ولا تكونوا على حال جبارين وظلمة وأنتم تلعنون الظالمين والجبارين. أحسنتم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على كل ما تفضلتم به. سهل الله أمركم، جزاكم الله خير. الله يحفظكم الله. سيدنا الشكر أيضا موصول لكم سادتي أخوتي الكرام أخواتي الكريمات على طيب المتابعة، على امتداد الدقائق الماضية. لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس هذا التوقيت. شكرا لكم، في رعاية الله وحفظه.